موضوع برقية الأضراب هو أولا تطبيق الجراية التكميلية للتقاعد وفورية. نعطيك مثال بسيط، أنه عون أو إطار من الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي وعون أو إطار من الصندوق الوطني للتأمين العوارض يخدم في نفس البيرو مع عون من الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، نفس العمل، نفس التوقيت، نفس النظام، نفس الهيكل. ولكن للأسف الشديد أنه زميلنا بالصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية يخرج بجراية معينة، في حين أنه نفس الزميل يخرج بجراية أقل منه بكثير، ونقول أقل منه بكثير معناها ثم فارق كبير يتراوح بين 200 دينار إلى حتى إلى 500 وشوية. المحضر هذا هو ممضى عليه جماعة الأطراف، الاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة الإشراف، وزارة الشؤون الاجتماعية، المديرين العامون الثلاثة معناها ممضين على اتفاق هذا 8 أكتوبر، ومشيت فيه مذكرات عمل ومذكرات أعلام مفصلة في طريقة التطبيق، ولكن للأسف بمراسلة يقال أن من رئيس الحكومة في إيقاف هذا الإجراء.